شكرا لي يا زميل العزيز الاعلامي الكابتن سيف زاهر، وشكرا جزيلا لضيوفك الاعزاء الدكتور طه اسماعيل، الكابتن وليد صلاح الدين، والكابتن حازم امام. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، تقبلوا تحياتي، تحيات المعلق الرياضي محمد الكوريني، يحييكم من هنا من مدينة دار السلام من الملعب الوطني هنا في تنزانيا. وهذا اللقاء الكبير افتتاحية بطولة قارية جديدة، بطولة أفريقية جديدة، هي بطولة دوري السوبر ليج أفريقيا لعام 2023. والنهاردة مشاهدينا 20 أكتوبر اليوم الأول، ورفع الستار عن بطولة قارية جديدة. لقاء اليوم هو لقاء يجمع سيمبا التنزاني أمام النادي الأهلي المصري، كبير الأندية الأفريقية وسيد أسياد القارة السمراء وصاحب البطولات والإنجازات والأرقام، وصاحب طبعا لقب نادي القرن الموجود في القارة السمراء. مواجهة من نار بين الكبار، سيمبا التنزاني على أرضه وسط جماهيره، فريق طبعا كبير وله شعبية كبيرة وكبيرة جدا. اليوم مشاهدينا لقاء الذهاب هنا في مدينة دار السلام، ويوم الثلاثاء القادم بإذن الله مباراة العودة في قاهرة المعز في بطولة دوري السوبر ليج وفي لقاءات الربع النهائي. أجواء جميلة رائعة، أجواء خرافية بمعنى الكلمة. وطبعا شفنا مشاهدينا افتتاح جميل وافتتاح جيد من قبل الجماهير هنا في تنزانيا. سيمبا مشاهدينا طبعا فريق بقولكم صاحب انجازات، ولكن كل انجازاته كلها على الصعيد المحلي، لم يحقق اي بطولة قارية على مر الزمان ولا على مر العصور امام كبير الاندية المصرية والعربية والافريقية، وصاحب 25 بطولة قارية، انه الاهلي يا سادة بكل تأكيد. النهاردة سيمبا التنزاني على ارضه وطريقة لعبه 4-2-3-1، علي سليم حارس مرمى رباعي خط ضاري باك يمين، كابومبي رقم 12 باك شمال، محمد حسين 15، اثنين قلبي دفاع، انونجا 29، مالوني رقم 20، اثنين على دايرة، مازاميرو ياسين 19، فابريس نجومة رقم 6، قدامهم ثلاث لاعبين، لويس ميكيسوني 11، ونيتي بادون كيزا رقم 10، شاما رقم 17، والمهاجم الخطير اللاعب دينيس كيبو رقم 38. اما نادي الاهلي مشاهدينا الشناوي حارس مرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كريم الدبيس، اثنين على دايره، احمد نبيل كوكا، اليو ديانج، قدامهم ثلاث لاعبين، بيرسي تاو، محمد مجدي افشب، رضا سليم، ومهاجم هو البرج العالي، بولتو دايما عالي، محمود عبد المنعم كهربا صاحب القميص رقم 7. حكم لقاء اليوم هو الحكم الموريتاني ديحان بيدا، حكم هذه المباراة حكم صغير السن، عمره 31 سنة فقط لا غير، وطبعا حكم دولي تقريبا من 5 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ أحداث المباراة. وقبل البداية أعزائي المشاهدين، وقبل بداية المباراة، من كل شارع وكل بيت وكل ميدان خرج شباب مصر ورجالتها الجدعان، سلام للأقصى وللطوفان وللفرسان، يا رب ثبتهم يا رب ثبتهم وأذرهم وانصرهم في كل وقت ومكان. والله يا سادة في حزن وجرح كبير في كل بيت مصري وفي كل بيت عربي، ندعو لكم بالنصر والثبات، ويحفظكم ربنا وينصر أهلنا الغاليين في فلسطين الحبيبة على بركة الله.